بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان التفاعل الاجتماعي. التفاعل الاجتماعي هو التأثير المتبادل بين شخصين، أحدهما يبدأ بفعل اجتماعي والآخر يعقبه بالرد عليه، وده بيكون السبب في استمرار الحياة في المجتمع. أكد ابن خلدون إن الاجتماع الإنساني ضرورة، أي لابد من قيام حياة الجماعة أو العمران البشري، لأن الأفراد ما يقدروش يعيشوا في مجتمع منعزلين متباعدين عن بعضهم البعض، بل يجب عليهم إن هم يرتبطوا مع بعض بروابط وعلاقات لا حصر لها، وبتنشأ دي عن طبيعة اجتماعهم واتحاد رغبتهم. فالحياة الاجتماعية تقوم أساسا على التفاعل بين أفراد المجتمع، ويؤثر ويتأثر بعضهم ببعض الآخر، واستمرار الجماعة يعتمد على شكل التفاعل الذي يحدث بين أفرادها. طب إيه هي صور التفاعل الاجتماعي؟ في أنواع مختلفة وعديدة للتفاعل الاجتماعي، منها 1 التفاعل المباشر أو غير المباشر. لو خدنا مثال على التفاعل المباشر هنقول هو التفاعل اللي بيقوم بين أفراد الأسرة، أما التفاعل غير المباشر فده زي اللي بيحدث بين أعضاء شركة مساهمة. النوع الثاني من صور التفاعل الاجتماعي هو التفاعل البناء أو الهدام. يكون التفاعل بناء لو شجع على التعاون بين أفراد الجماعة، ويكون هدام لو حصل بصراع وحل الصراع محل التعاون. 3 التفاعل الفردي أو الجماعي، وده قد يقتصر على شخصين 2، ممكن يتسع عشان يشمل المجتمع أو عدة مجتمعات مختلفة. 4 التفاعل الدائم أو المؤقت، ممكن يكون التفاعل دائم زي تفاعل الأفراد في الأسرة، أو مؤقت زي تفاعل البائع مع المشتري. 5 التفاعل التلقائي أو العرضي، وده بيكون لو قلنا التفاعل التلقائي زي تبادل التحية، والتفاعل العرضي زي تفاعل المجتمعين حول حادث. طب ايه أهمية التفاعل الاجتماعي؟ التفاعل الاجتماعي ليه أهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع، ويمكن ان احنا نوجز تلك الأهمية في النقط اللي قدامنا. اولا التفاعل ضروري لإشباع الحاجات الاجتماعية. 2 التفاعل ضروري لاستمرار الجماعة وبقائها. 3 يؤدي التفاعل إلى تماسك المجتمع أو تفككه، وده طبعا نتيجة لشكل التفاعل اللي موجود في المجتمع. 4 للتفاعل نتائج إيجابية على شخصية الفرد في مختلف مراحل حياته. 5 التفاعل اللي بيتم وفق قوانين وقيم متفق عليها بيؤدي إلى التعاون البناء وتقوية الروابط بين أعضاء المجتمع. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.